لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بعد مرور 4 أيام على انتهاء مهلة الوطن وتواصل القمع المفرط للمتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات، برأيكم إلى متى ستستمر الحكومة في تبني خيارها الأمني ضد السلمية؟ يعني أعتقد الحكومة منذ اليوم الأول هي مستمرة الخيار الأمني، وأحيانا تساعد فيه أكثر خصوصا في الأيام الأخيرة، لكن يبقى المتظاهرين هم مصرين على مطالبهم، مصرين على تواجدهم في الساحات الاعتصام وفي الشارع، فأعتقد هي لعبة كسر عظم ما زالت مستمرة، والكفة تميل إلى المتظاهرين بسبب إصرارهم وبقائهم في ساحات التظاهر رغم كل التضحيات اللي قدموها من مئات الشهداء إلى آلاف الجرحى، وبدأ حتى الموقف الدولي شيئا ما يتعاطف معهم رغم أنه ليس بالمستوى المطلوب. بالحديث عن المتظاهرين، كيف تقيم أداء الثوار بعد قرارهم في التصعيد السلمي بالمزيد من العصيان المدني والإضراب العام، وكيف ستنعكس هذه الفعاليات على الحكومة والطبقة السياسية وقراراتها؟ أنا أعتقد هي الحكومة اليوم أصبح العراق يعني وكأننا نقول أنه يسود مفهوم اللا دولة. اليوم المتظاهرين حقيقة أعطوا صورة مغايرة كاملة عن العراق بعكس الصورة التي كانت ترسمها الحكومات والحكومة وأحزابها. اليوم اللي يتعامل مع المتظاهرين هم ميليشيات الأحزاب والميليشيات الأخرى التي يعني تستهدف المتظاهرين، وقد رسمت أيضا صورة سوداوية عن هذه الحكومة ما كان العالم يعرفها لولا هذه التظاهرات السلمية الرائعة الأداء، أرادوا تشويهها من خلال دس بعض الأشخاص من قبل التابعين للأحزاب، لكن أن لهم ذلك أنه يستطيع أن يشوهوا مظاهرات امتدت لمدة 4 أشهر في الشوارع وقدمت التضحيات، وهي لم تستخدم العنف مطلقا رغم استخدام العنف من الطرف الحكومي أو بما يسمى الطرف الثالث. ماذا عن دعوة مقتدى الصدر للتظاهر غدا، وهل سيكون لها صدى في الشارع العراقي المنتفض على كل أطراف العملية السياسية؟ يعني هو لا قيمة سياسية ولا معنوية ولا مجتمعية لأي تظاهرات تدعو لها السلطة. ما قيمة مظاهرات تدعو لها السلطة؟ ما يعرف عن التظاهرات هو شعب يخرج بمطالب من السلطة، فكيف بسلطة تدعو إلى تظاهرات في الوقت الذي توجد تظاهرات مناهضة لأدائها السياسي؟ فأعتقد حتى لو حشدوا 1,000,000 شخص هي لا قيمة لها هذه التظاهرات. ثانيا، هذه التظاهرات لا تمثل الشعب العراقي ولا الدولة العراقية بقدر ما تمثل إيران، لأنها هي مطلب إيراني أكثر ما هي مطلب عراقي. ثلاثة، المعلومة أن العراق هناك مكونات وقوميات أخرى، لا يمكن أن ينفرد مكون واحد بإدارة الدولة العراقية ومن ثم يهمش الآخرين كما حصل في مجلس النواب. فأعتقد هذه التظاهرات لا قيمة لها مهما حشدوا لها، مهما جمعوا من الباصات وجوعوا من وجبات الأكل، مهما غاب الطرف الثالث والملثمين والمندسين، مهما وفروا لها الطرق، هي لا قيمة لها أمام هذه التظاهرات. فالشعب العراقي الذي يمثله التظاهرات ساحة التحرير، والتظاهرات الأخرى تمثل أحزاب السلطة التي تدعي أنها ضد الأمريكان في الوقت التي جاءت مع الأمريكان وتوسلت بالأمريكان في احتلال بلادهم. ما الذي جعل الأمريكان عام 2003 حرام وعام 2020 وجودهم حرام؟ هذه ازدواجية في التعامل. الحكومة أثبتت أنها لا دولة، أنها لا تتعامل بمنطق الدولة بقدر ما تتعامل بمنطق الميليشيا، وبقدر ما تحرص على مصالح الدول الإقليمية على حساب المصالح الوطنية. حديث مقتدى الصدر عن هذه التظاهرة قال فيه أن هذه التظاهرة تأتي من أجل السيادة ومكافحة الفساد في العراق، إلى أي مدى يمكن القول أن الصدر استفاق اليوم هو ومن يدعمه على هذا الفساد الذي يعاني منه العراق منذ سنوات؟ أنا أعتقد السيادة انتهكتها إيران على السيد مقتدى الصدر وأتباعه وحلفائه أن يأوا جيدا من قبل إيران، ومعلوم هيمنة إيران على الملف العراقي، فمن باب أولى أن يخرجوا تظاهرات ضد التواجد الإيراني والهيمنة الإيرانية على القرار السياسي العراقي وعلى المؤسسات العراقية، بدل أن يخرجوا في تظاهرات أخرى فقط مجرد لإحراج المتظاهرين والإحراج المكونات الأخرى على أنهم هم يرغبون بوجود الأمريكان في الأرض. الأمريكان اليوم موجودين وفق معاهدة هم من كتبها،
وجاءوا وفق اتفاق هم من جاءوا بهم، فلا يمكن أن يحرجوا الآخرين. اليوم الشعوب وليس فقط الشعب العراقي يعلمون من الذي جاء مع الأمريكان ومن الذي زين لهم سوء أفعاله بأن يحتل بلاده واعتبرهم قوات تحرير وقوات صديقة في الوقت الذي جورج بوش اعتبرها هي قوات احتلال. أعتقد الهيمنة على العراق هي الساحة الإيرانية، وعلى مقتدى صدر أن يدعو لتظاهرات إن كانوا حريصين على السيادة في مواجهة التمدد والهيمنة الإيرانية، وأعتقد لن يجرى على ذلك لا هو ولا حلفائه. أستاذ حسين، هل تستطيع الكتل السياسية الحالية والميليشيات أيضا التي تسببت في الفساد، هل تستطيع إصلاح ما اقترفته؟ نعم، بس السؤال بآخر السؤال ما سمعته. كنت أتساءل باعتبار هذه الكتل تدعو للتظاهر ضد الفساد، هل بإمكانها أن تصلح الفساد الذي اقترفته بنفسها؟ يعني أنا لأول مرة أسمع واحد أنه هو فاسد ويدعو التظاهرات للفساد، وهو من جاء بالأمريكان ويدعو المظاهرات ضد الأمريكان. هذه الازدواجية ما عاد تنطلي يا سيدتي، ما عاد تنطلي على الشعب العراقي، بل ما عاد تنطلي حتى على أتباعهم. اليوم أصبحوا دكاكين سياسية، في السابق لديهم شيء من الحاضنة الحزبية، اليوم أصبحوا دكاكين سياسية. من هو فاسد يدعو إلى المظاهرات ضد الفساد، من لديه وزارة مظاهرة ضد الحكومة، من يعني من لديه 50 نائب يدعو مظاهرات ضد مجلس النواب، هذا كلام ازدواجي وما عاد ينطلي ولا عاد يقبل به الشعب العراقي اصلا. هذا اصبح كلمات هذه الشخصيات تسبب الغثيان للشعب العراقي، وغدا سنرى انه تواجد الثوار يبقى في ساحه التحرير الا ان يستفزوهم او يقوموا بافعال قد تستفزهم، لانهم يمتلكون ميليشيات والطرف الثالث ايضا هم من يمتلكون. في ظل كل هذا القمع الذي تمارسه القوات الحكومية والميليشيات والألعاب أيضا التي تلجأ إليها الكتل السياسية، إلى أي مدى سينجح الثوار في تحقيق أهداف ثورة تشرين؟ الثوار اليوم ليست لديهم مطالب شخصية، مطالب وطنية وحاضنتهم كبيرة وتأييدهم كبير جدا، وأعتقد مصرين عليها أن يثبت 4 أشهر مع كل هذه التضحيات. اعتقد هو الطرف الذي يمثل الشعب العراقي، وهو الطرف الذي يدعمه الشعب العراقي، وعلى المجتمع الدولي ايضا ان يدعمه. اعتقد الثوار صامدين صابرين محتسبين وما زالوا متمسكين بهذه المطالب، وان لم يستجيبوا لهم اليوم فيضطروا الاستجابه لهم غدا او بعد غد، وان غدا لناظره قريب. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين سبعوي، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.